مهدوي معكم ممثلة، أنا نقول لكم برا مشوا لقحوا بحق، لقحوا سجلوا ساعة وجاوا لقحوا، على خاطر أحسن حاجة وأضمن حاجة لحياتك ولصحتك أنك تلقح، لقح ضد الكورونا. والحمد لله أنه وصلنا لقينا الجرعات متاعنا، الجرعة الثانية والحمد لله. أي بيان سور، على خاطر مو موجود تو على ما هي يقال انه لي فاكسان مش موجودين واش قاعدين داخلين للبلاد. ان شاء الله يا ربي الناس كل تونس كي تلقح، حتى نقولوا نحن نقول 70% تلقح، والوباء هذا ماليه الا اللقح وشويه زاد وعي. وراو نحن لو كان كنا كما عملنا المره الاولى رانا نقضيو على الكورونا من غير حتى تلقح، اما بدمنا في الوضعيه هذه كان في المرشيات كان في القهاوي كان في درجنو رانا باش نتعبوا برشا، والحكايه متواصله. هذا حسب توقعات المنهج العلمي والطب. انا نقول يا ربي بعد علينا البلاء، يا ربي خليكم معناها واقفين، خليكم متفاهمين، ننظموا روحنا شويه ونكونوا واعيين فايقين على روحنا. راهي هذه حاله حاجه خايبه برشا للناس كلها، ما عادش فيها لا كبير ولا صغير. سمعت الاذاعه نتاع الصحه تقول وتعاود باش تجي وتلقح وتاكد على المواطنين، واللي جيت هذا التلقيح الثاني اللي جيت من المره الاخرى توا مش نكمل التلقيح الثاني. لازم توا نحمي رواحنا خاطر شيء ما عادش ينطاق، شيء اكثر من الطاقه توا. العباد ما عندش نجم تسمع في الاموات قديش كل يوم في تونس بال 80 وبال 90 وبال كيف. يلزم نعملوا البافاتات ولازم ناخذوا حذرنا ولازم نلقحوا ولازم توا ما عادش فيه. مدام صلوحة شيم خيدر قيش معتمد متقاعد، تلقيت جرعة الأولى دابري الاس ام اس اللي جات، هذه جرعة ثانية. إن شاء الله هالاكتظام هذا يبشر بكل خير على التفاهم والاقتناع بالتلقيح اللي هو مناسب باش يحمي روحه ويحمي غيره، وتنظيمها وعاملين مجهوداتهم تسريك الطبي وشبه الطبي، وان شاء الله ربي يتمم بالخير وان شاء الله تونس ما بخير. بي محمد شبشوب، جبت الوالده للتلقيح رابيل الثاني، ضغط كبير اليوم، مسؤولين يطالبوا بمركز ثاني للتلقيح، معتمديات الكل راهي ولايه معناتها تشوف قداش النوبر، والناس حست اللي التلقيح توا اجباري ما عادش تنجم ولا الناس تجري على التلقيح، ترى اليوم اغزل العباد قداش واقفه وكيفاش وسخانه. واحد يلزمنا خويا حقيقه ربي يلزمنا المركز الثاني يخليه يفك الضغط على المركز الاول، شر ايجابي وهذا يفرح والشيء هذا يفرح. على القليله نحافظ على صحه والدينا هما اللي نبجلوهم، كله صحه الاطار التربوي الاطار معناتها الامني الكل كل لازمها تلقح، حتى نحن موظفين زاد لازمنا نلقح، حتى نحن في مواجهه زاد مواطنين في شباك سواء في قباضه اللي يحلونا المركز الثاني خلي تخف شويه على تحيه شكر للممرضين اللي يعطيوا في التلقيح، تحيه شكر كبير على صبرهم الكبير. عدد كبير وعيتولي قالوا لي اجا ل 11 وجيت ل 11 هاني ونمرو 529 وهاني مازلت قاعد هاني مازلت قاعد هاني صابره. قالوا لي مثلا ما يوفى الوقت يلزمني نكون لقحت، هاني قاعده نستنى حتى عيتولي. ولا كبير وبريمير دوز ودوزيام دوز مع بعضهم، وكان جات ناس بريمير دوز يجوا فرد نهار والدوزيام دوز يجوا يعاودوا يرجعوا فهمت فرد نهار، كان يكون النظام خير من هكايا، نهار للبريمير دوز ونهار للدوزيام دوز مش هكا مع بعض. وان بليس النظام ما فماش نظام، فما تروسكي نورمال فما تروسكي فرانشمون انا ريت فما تروسكي كي جيت ل 11 ها ونمرو من 11 هالكل لتوا ما خلطليش بالحقيقه ظهر لي ماهوش عادي الامر وما نعرف. جميل المجري الجرعه الثانيه هذه ما الجرعه الاولى كانت اسرع من هكا والنظام كان احسن. اليوم الصف اللي بتاع التسجيل مش قاعد يتحرك مش فاهمين علاش، مركز واحد يظهر لي ولا شويه خاطر فما اقبال كثر يزيدوا على الاقل مركز معتمديات ومركز في مركز الولايه. قولي ماضي ساعه ونص جيت من 12 غير ربع توا هو ماضي ساعتين ومازال نمرويا 570 ونمرويا كان 619 واحد اعطاني نمر 570 بطل معناه قد نتقدم شويه المدام وروح مش نقعد ما نعرفش الاربعه وقتاش ان شاء الله نكملوا اللقح والمهم وكهو. انا صبرين الصبر انا صبرين. يظهر لي العدد الكبير هذا من المواطنين جات تلقح، سمعوك انت في الاذاعه قلت لهم اجوا لقحوا المره الاخرى الجرعه الاولى اي قلت للعباد اجوا لقحوا قلت وهاني جيت شويه صبروا كهو المهم نوصلوا. مازلنا نقول للعباد اجوا لقحوا مازلنا نقول للعباد اجوا لقحوا اكيد اذا كان توفر تلقيح ان شاء الله يتوفر.
منصف البراق، انا متفقد نتاع تعليم متقاعد. يبدو ان الاداره الجهويه اما ما عندهاش ناس خبراء في التنظيم، ناس تنظم تعرف هاو ثم مش شوف تلقى ناس عنده 350 و550 روح. وعلاش كيما قلت زاد المدام مركز واحد وسلاطيه وحفوز والعلاء يعملوا لهم مركز تلقيح، حبوا حجله نصر الله والشهاده مركز تلقيح، والقيروان المدينه يقسموها على اثنين. هنخسر الناس لاصقه لبعضها، واحد لاصق واحد، يعني عباره واحد يمشي للسبيطار باش ياخذ مرض، دونك يلزمهم يداركوا امرهم. ومازال التلقيح يطوال، الجهه الاخرى اللي اصغر منها مش تجي مش تلقح، يداركوا ويصلحوا ما يلزم يتصلح. مؤشر على معناها الناس تحب تتلقح، لكن شويه سونتر واحد في المدينه كامله شويه، لازم على الاقل نسدوا مركز ولا اثنين، على الاقل مركز اخر شويه خاطر. بعد ما نجحنا في توعيه الناس بالتلقيح سجلنا اقبال كبير، تويكا معناها قاعدين معناها نعاني، وكون المركز هذا غير قادر على الاستيعاب، فما ضغط كبير مسلط على الاطار الطبي واطار التمريض، كذلك معناها كبار السن لوحين في الشمس، توك تشوفهم طلع تشوفهم لوحين في الشمس، فهمني لازم القران تتمتع بمركز اخر. قايد خالد رماح قايد جهه القروان الكشافه، اليوم يوم مرهق ومتعب ياسر، خاطر تم دعوه عدد كبير من العباد 680 و 890 شخص في فضاء كما هكا في طقس حار، اللي كانت استحاله باش نجم نقوم بعملنا برياحيه، وهما الاطار الطبي زاد ما نجمش يقوم بعمل نتاع برياحيه، نهار حد بطبيعه وفما ناس نهار راحتهم حسب الاتفاق اللي ما بيناتنا، اللي هو لازم يكون نسجلوا بعدد كبير باش يتم فتح مراكز اخرى. تعرف القروان هي موقعها كمركز ولايه ما كانتش مش في مركز في وسط الولايه، فما برشا مناطق كما العلاه وحافوظ والشرار ده يطول 70 كيلومتر وقت، تحل مركز جديد يخف على المركز هذايا والناس تقضي شهورها بسهوله، معناها ماذا بينا دعوه للعباد باش يسجلوا يدفعوا لحل المراكز اخرى في المعتمديات. رحت باذاعه حيت افهم الدكتور مصطفى نقره طبيب مناوب بمركز التلقيح بالقيروان. اليوم فهمتني ولا معناتها كما توقعنا اللي معناتها الاقبال مش يبدا يمشي ويتزايد على غرار الايام اللي فاتت، وهذا راجع للناس التاعب عندها وعي بخطوره المرض فهمتني ولا معناتها والمخاطر نتاعو، قاعدين فهمتني ولا معناتها يجيو فهمتني ولا باش يقوموا بعمليه التلقيح. اليوم فهمتني ولا معناتها عندنا 700 شخص جاوا باش يلقحوا. احنا دكتور كاذاعه الحياه الفهم نعمل فيهم مذاق تحسيس للناس باش تجي وتلقح. نعم، بالطبيعة ثم تفاعل كبير فهمت الله، لأنه المنظمات هذوما عاونونا برشا، قدموا لنا فهمت الله معناتها باب هما للناس قاعدة تاخذ في فكرة فهمت الله على التلقيح، فهمت الله على مدى المنفعة نتاعو فهمت الله، وقاعدين فهمت الله معناتها يجيو فهمت وجاو يقتنعوا فهمت الله، فضل الومضات معناتها اقتنعوا فهمت الله أنه التلقيح ضروري فهمت الله في الفترة هذه فهمت الله وفي الأيام اللي جاية فهمت الله باش يحميوا أرواحهم.